بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هوريلكم حاجه جميله جدا، ازاي تخلي موبايلك حربايه، يعني امز الحربايه زي ما بيقولوا الناس. بس الموبايل مش عارف ليه مش عايز يتعرف على البصمه. او اتعرف عندنا هنا عن طريق التطبيق ده اللي هو اللي اسمه تشيم ليون لايف وول بيبر. تطبيق يعني هو عامه هو تطبيق بيعتمد على كاميرا الموبايل بتاعتك. انا اول حاجه بس افتح النور بتاع الموبايل عشان هوريكم التطبيق بيشتغل ازاي او ازاي تشغله. تمام، هنا احنا عندنا مثلا ايه لون القلم. يعني انا جايب قلم هنا اهو، جايب قلم لون اصفر. تمام، مثلا ازاي اخليه بقى يشتغل كده؟ بتحطه على القلم، يعني شوف هو خد لون القلم. مثلا اجيب قلم احمر، شيل ده مثلا، اجيب القلم الاحمر خد اللون الاحمر وهكذا. يعني في حاجه مثلا اجيبه مثلا على الحيطه هياخد لون الحيطه، بس كده. وبكده انتهت حلقتنا النهارده. ولو عايز تحمل التطبيق هتلاقيني حاطط اللينك بتاعه في الديسكريبشن بتاع الفيديو تحت هنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.